rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل تبارك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل تبارك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تنكح المرأة لأربع إما لمالها وإما لجمالها وإما لدينها وإما لحسبها فاصبر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا الأعزة هذه الشريعة الإسلامية وشريعة المصطفوية صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وبصائر لمن استمع إليهما وفيهما كل الخير والفلاح واعملوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا أعمال الرذيلة والقبيحة أختم كلامي على قول الله جل تبارك سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالكتاب والسنة وثبتني وإياكم على الدين والملة إنه تعالى جواد كريم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.